بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا ولقاء جديد عبر أكثر من زاوية. في هذه الحلقة نناقش ما أصدرته منظمة العفو الدولية حول تقرير لاستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية. كيف فندت الخارجية السودانية هذه المزاعم؟ ورأي الخبراء العسكريين في هذه المزاعم أيضا. والحديث حول كيفية دخول مثل هذه الأسلحة، هل السودان يمتلك مثل هذه الأسلحة بالفعل أم ماذا؟ الكثير والكثير من المحاور سنناقشها مع ضيوفنا الكرام داخل هذه الحلقة. حيوا معي سعادة السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية. أهلا بكم، مرحبا سعادة السفير. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ. أهلا بك. وأيضا التحية لسعادة اللواء يونس محمود الخبير العسكري، مرحبا بك سعادة اللواء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. في بداية هذه الحلقة نتابع تقرير يوضح لنا أهم المعالم التي يمكن أن تناقش في هذه الحلقة. ما ألاحت تباشير الأمن والاستقرار في ربوع بلادنا من خلال مؤتمر الحوار الوطني حتى عادت ما تسمى منظمة العفو الدولية إلى ضلالها القديم، وجاءت بصور لأناس عليهم دم كذب، زاعمة أنها دليل دامغ على استخدام الحكومة السودانية أسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة بدارفور. المنظمة التي اشتهرت بانتهاك حقوق الحكومات والدول والشعوب الحرة والمستضعفة ينقصها الذكاء في تسويق الأكاذيب، فمثلما فعلت قبل بضع سنين مع سريلانكا وصورت دمية بشرية من البلاستيك عليها آثار حريق على أنها لأحد ضحايا القمع في تلك الدول الآسيوية، لجأت هذه المرة إلى برامج الفوتوشوب وفبركة الصور من خلال الحاسوب لتشويه صورة السودان. ولأن حبل الكذب قصير كما نقول في عاميتنا السودانية، ها هي قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد الموجود على الأرض في دارفور تفند أكاذيب منظمة العفو الدولية في بيان بلسان مبين جاء فيه: على الرغم من أن اليوناميد لديها 20,000 عنصر على الأرض في دارفور، فإن أي منها لم يلحظ أي آثار لأسلحة كيميائية على أي من سكان دارفور على النحو الذي ورد في تقرير منظمة العفو الدولية. لم تستقبل أي من المراكز الصحية التي تديرها الطواقم الطبية لليوناميد داخل معسكرات النازحين أو بالقرب منها أي حالات إصابة بآثار أسلحة كيميائية. زعمت منظمة العفو الدولية أنها أجرت اتصالات مع أناس بالمنطقة أيدوا ادعاءاتها، لكنها لم تجري أي اتصال بأي من عناصر اليوناميد البالغ عددهم 20,000، لا سيما في مناطق سورتي ونيرتتي التي زعمت المنظمة أنها تعرضت للهجمات بالأسلحة الكيميائية على الرغم من أنها على مرمى حجر منها. كذلك لم يثر أي من قيادة الحركات المسلحة مسألة استخدام الحكومة أسلحة كيميائية مع قائد بعثة اليوناميد أو نائبه في أي من الاجتماعات التي عقدت معهم في يناير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس من العام الماضي. انتهت شهادة بعثة اليوناميد في دارفور مفندة فرية استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيميائية في دارفور، لكن أكاذيب وافتراءات منظمة العفو الدولية لن تنتهي، خدمة لأربابها من الصهاينة وقطاع طرق السلام وصناع الحروب والأزمات. جميل. منظمة العفو الدولية منظمة أنشئت في 1961 في لندن على بيد البريطاني بيتر بينسون، كانت بتتخذ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 48 مرجعية لها، كانت مختصة فقط بقضايا سجناء الرأس، السجناء الذين سجنوا لآرائهم أو أفكارهم أو معتقداتهم وما إلى ذلك. هذه هي الديباج الرئيسية. لكن المدهش أن هذه المنظمة
تقوم بجمع تقاريرها أو إنتاج تقاريرها حول بيانات سماعية، حول معلومات قد ترد في الإعلام دون الاستيثاق من المصدر. وكان هذا هو أهم نقد وجه لمنظمة العفو الدولية، بأن أغلبية تقاريرها لا استيثاق من المصدر، ومن هنا جاء الضعف والفبركة لهذه المصادر أو لهذه التقارير. صراحة هذا التقرير طلع في 29 سبتمبر 2016 بعنوان أرض محروقة وهواء مسموم. أجواء صدور هذا التقرير نود أن نتعرف عليها سعادة السفير، كيف صدر، ما الداعي لصدوره، لأنه فجأة هكذا أصدرته منظمة العفو الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. أولا دعيني أشكرك الأخت الكريمة الأستاذة إيناس أن أكون ضيفا عليك في هذه الحلقة، وأطلع على المشاهدين وأكون أيضا مشاركا في هذا البرنامج مع الأخ العزيز سعادة اللواء يونس محمود، وأن تطرحوا في هذا اليوم هذا الموضوع المهم جدا للغاية. قبل أن أجيب على هذا السؤال، ربما أيضا تحدثت قليلا عن المنظمة نفسها، لأن المنظمة تتكلم عن أنها منظمة طوعية غير حكومية تعتمد في تمويلها على الأعضاء وعلى المساهمة العامة، بينما واقع الحال وهذا لا تذكره أبدا أنها تتلقى إعانات ودعم حكومي من بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا والنرويج، وهذا يقدح من البداية في أول صفحة في التقرير لا يتم ذكر الحكومات التي تدعم هذه المنظمة. ولذلك يجب علينا أن نؤكد أنها تسعى أن تطرح نفسها كمنظمة غير حكومية، وهذه المنظمة الغير حكومية لها عضويتها المخصوصة، ويعني يمكن حتى ما تذكر هي تقول أنا إن لها عضوية بسبعة مليون، ولكن الدول ليست أعضاء في هذه المنظمة. هناك منظمة مختصة بهذا هذه الأمور، هي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ولكن لأن هذه المنظمة تستطيع أن تضغط في الدول التي يعني لها ارتباط بها، كثير من المنظمات الآن أصبحت تسمي نفسها غير حكومية، ولكن واقع الحال هي أكثر حكومية حتى من المنظمات الحكومية نفسها. فيعني هذا مهم جدا لا بد أن نثبته. بالنسبة لتوقيت التقرير، يعني حتى العنوان يمكن أحسبه يعني صادقا أنه الأرض المحروقة والهواء المسموم. هذا هو الذي تريده هذه المنظمة، أن يكون الأرض محروقة والجو مسموما في وقت كان فيه جو السودان بدأ أن يكون نقيا وصافيا بالحوار الوطني وبالتفاوض الداخلي، وبأن بدأ السودان يأخذ في دوره الإقليمي ودوره الدولي الدولي المشهود والمعروف. وهذه المنظمات يعني أو مثل هذه المنظمات هذه هي الأجندة التي تحتاج منها، يعني لأنها لم تثير أي غبار مسموم فليس يكون لها أي وجود. فالسودان عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ العام 1998، وصادق على الاتفاقية في 1999، وحاليا السودان هو عضو المجلس التنفيذي للمنظمة نفسها المعنية مثل هذه الأمور. وكان في 2012-2013 السودان هو منسق المجموعة الإفريقية في هذه المنظمة. إذا للسودان التزام تام وواضح بنص الاتفاق وبعضويته وبحكم الحركة التي يقوم بها السودان في هذه المنظمة، وهو وجود فاعل ومعروف. والمنظمة أرسلت كثير من المدربين للجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية الموجودة في السودان، والتي أنشأت بموجب الاتفاقية التي انضم إليها السودان. نعم سعادة اللواء يونس محمود، يعني دعني عبرك أحيي القوات المسلحة، لهم التحية في هذا المساء في كل المواقع في كل المشاهد، تحية لقواتنا المسلحة الباسلة المنتصرة دائما دعوة لله وإذنه بإذن الله. لكن دعني أبدأ معك بأنه هل القوات المسلحة لها أن تمتلك أسلحة كيميائية؟ يعني دولة كالسودان كما تفضل سعادة السفير وذكر بأننا أعضاء فاعلين، يعني لسنا فقط موقعين على معاهدة وما إلى ذلك، بل أننا لنا دور أيضا داخل هذا العمل. هل القوات المسلحة لها أن تمتلك أسلحة كيميائية أو سعة لامتلاك أسلحة كيميائية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وكذلك سعيد جدا بصحبتكم وأخي سفير عبد الغني.
نزيد كيل شويه في حق المنظمه، لانه ده موسم سقوط الكبار. يعني المنظمات الدوليه التي طالما رفعت رايه العداله والحق وحقوق الانسان والامن والسلم الدوليين، سقطت الواحده تلو الاخرى، سقطت الامم المتحده في مجلس الامن، وسقطت المحكمه الجنائيه الدوليه، والان تسقط امنيستي، وخاصه في حق السودان. يمكن دي المره الكم، يعني لو تذكروا 1983 قوانين تطبيق الشريعه الاسلاميه، قامت امنيستي بحمله كبيره جدا اسمتها دموع التماسيح. وعام 87 مولت امنيستي وترجمت كتيب بلدو وعشاري، الرق في الضعين، الرق في السودان، مذبحة الضعين، لكل اللقاط الحية في العالم. يعني واعتمدت شاهد فقط، يعني الكتاب اعتمد على شاهد واحد وهو سقة، يعني كان بيبيع الماء في الضعين. وقضية تابت ليست بعيدة من أذهان الناس، العام الماضي كل دفق ونحو تابت بادعاء عمليات اغتصاب منظمة، ولم تثبت ولا عملية واحدة ضد امرأة من قرية تابت. وهذه أمنيستي تعيد الكرة تلو الكرة في أنها تكذب، هذه المرة كذبة لا تعتمد على أي قوام من القانون، ولا حتى من البينات والدلائل التي تؤكد أنه في سلاح كيميائي تم قصف منطقة جبل مرة. وجبل مرة هم ذكروه في التقرير شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. جبل مرة مساحته 12400 كيلو مربع، 240 في 80. وجبل مرة عامر بالحياة، فيه الناس وفيه الحياة المختلفة وفيه البهائم وفيه الطيور وفيه الحشرات وفيه الكيف البيئي في جبل مرة، وفيه القوات المسلحة، وفيه المعسكر بتاع قوات اليونميد. اليونميد ده في تقريركم 20,000، بل هم 26,000 رجل يلبس القبعة الزرقاء اللي هي تابعة للأمم المتحدة، وبيرفعوا تقارير دوريا للأمم المتحدة. وبالتالي خلت كل هذه التقارير من أي إشارة إلى نوع استخدام القوات المسلحة للسلاح، فضلا عن القوات المسلحة بداية لا تمتلك هذا السلاح، لا تمتلك تقنية هذا السلاح، وهي عضو فاعل زي ما تفضل السيد السفير، إنها موقعة ومصادقة على عدم صناعة وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية. والقوات المسلحة السودانية قاتلت جنوب السودان في الحرب الضروس لخمسين عام، لم يشر إلى أي استخدام لسلاح لو كانت تمتلكه كان في مبرر لاستخدامه، لأنه عانت ما عانت من حرب تطورت من حرب عصابات إلى حرب إقليمية، إلى حرب بالوكالة، إلى جيش شبه رسمي، إلى عدد وتجهيزات كبيرة جداً. فإذا كانت أصلا تملك هذا السلاح، ما الذي يمنع في أنها تستخدمه عشان تفك حصار مدن طال لسنوات كبيرة جدا أو طويلة؟ صحيح. ما الذي كان يمنع أنها تستخدمه ضد حركات التمرد العنصرية في دارفور لما كانت على أشدها، لما ضربت مطار الفاشر وكانت محاصر الفاشر وديدبان الجيش بعين ديدبان المتمردين؟ ما الذي كان يمنعه وهي في وادي هور ومتجمعة في غول طوله أكثر من 20 كيلو ومضت أكثر من 1200 كيلو لحد ما دخلت أمدرمان في 2008؟ إذا كان قوات مسلحة تمتلك هذا السلاح، ما الذي يمنعها في أنها تستخدم هذا السلاح؟ فضلا عن أنه البينات تدعو إلى الجهل بطبيعة السلاح الكيميائي نفسه. السلاح الكيميائي أو أسلحة التدمير الشامل، لو استبعدنا النووي والإحيائي، الأسلحة الكيميائية فيها غازات أعصاب. هم قالوا، واحد اسمه إسماعيل قال ليهم لما الطائرة ضربت في غبار وفي ريحة كريهة، وأنا جيت لقيت الأطفال بيختنقوا بيتنفسوا بصعوبة وعيونهم جاحظة ويتقيأوا دم وماتوا. طيب إسماعيل المدعي ده كان لابس حجاب إنه ضد ما أصيب، لما لم يصب يعني. بعدين الصور جابوها صورة لزراعة طفل فيها بثور، بينما الأسلحة الكاوية اللي هي الخردل الكبريتي والخردل النيتروجيني دي بتسلخ جيل سلخ، يعني ما بتترك بثور فقط، يعني بيتساقط الجلد. فلذلك يعني هم خلطوا ما بين انه استخدموا غازات اعصاب زي زارين، زومان، في اكس، هكذا يعني تابون، وانه استخدموا اسلحه كاويه. فلا هذه ولا تلك تم استخدامها، لانه البين اللي قالوها ما بتفيد لاستخدام هذه ولا تلك، مجرد ادعاء، وادعاء مبني على جهل يعني. والشاهد كله انه بالتلفون،
يعني ممكن حركة التمرد نفسها شهادة سمعية فقط سمعية، والشهادة السمعية في قاضي في محكمة ابتدائية بيرفضها لأنه الشهادة السمعية ما كافية، فضلا عن أنها تجي من أمنيستي يعني في الشهادة السمعية ذاتها علة وتبقى معلولة أكثر لما تجي من أمنيستي، أكبر كاذب الآن موجود وأكبر منحاز ضد السودان بالفطرة فقط لأنه السودان بيمشي في الاتجاه الما دايراه المؤسسة أو المؤسسة لهذه الأمنيستي اليهود. بيتر ده مع يهودي، بيتر بنزين ده 61 هو يهودي مؤسس، وعبد الواحد نور علاقته باليهود واضحة جدا ولا يخفيها يعني، فممكن تربط طوالي علاقة عبد الواحد نور، انحسار أثره في جبل مرة، فقدانه لرأس ماله القتالي كله في جبل المرة، ما بقي غير كرت واحد، زمان كان بيلعب بكرت الاغتصاب الجماعي الذي غيروا الوقت أي. الآن فات الاغتصاب، جاءت أسلحة كيميائية كموضة جديدة أو مواد جديد يلفت نظر الناس إنه يسعفوه ويدخلوه في دائرة الضوء. طيب والفعل من جديد يعني الصور اللي جات صور بالأقمار الاصطناعية وصور لأطفال أصيبوا نتيجة استخدام هذا السلاح المفترى. طيب إذا إحنا بنحارب قوات مسلحة تحارب جنود، المفروض أنه الحرب دائرة فبالتالي في جنود من الطرف الآخر، أين هؤلاء الجنود الذين أصيبوا؟ أصلا لأنه يكشف ليك مدى الكذب، أول حاجة الجيش ذاته عنده عناصر موجودة في داخل جبل مرة، العنصر الكيميائي ده أنت لما تفكه ما بتسيطر عليه لأنه الكيف البيئي في جبل مرة نفسه رطب والمناطق الرطبة مساعدة جدا لانتشار أسلحة كيميائية وتساعد في بقاها لمدى أطول من المعتاد، فلذلك الموجودين من أفراد القوات المسلحة في المعسكرات الجيش الموجودين ما عندهم هم المهمات الواقية لاستخدام السلاح الكيميائي لو افترضنا سين أنه تم استخدامه، فإنت كيف تقي ناس يعني الجيش الروسي، الجيش الألماني استخدم الغاز الزارين ضد الجيش الروسي والهواء قلب عليه، فكانت التأثيرات على الجيش الألماني أبلغ وأكثر خسارة من الجيش الروسي المستهدف، فلذلك العنصر الكيميائي عنصر ذو حدين، وما في اي شاهد من شخصي سوي ولا عسكري يفترض انه كان السلاح يقصد المعسكرات بتاعت المتمردين الشالين السلاح، وفي مستشفيات موجوده في المنطقه طبعا. يعني في مستشفى تابع لمنظمه اطباء لا حدود اسبانيا، وفي مستشفى تابع للوكاله الانسانيه الخدمه الانسانيه التركيه، ما سجلوا اي حاله ولا في اي شاهد على انه تم استخدام هذا السلاح. طيب اعود اليك سعاده السفير، توقيت صدور هذا التقرير جاء وسط ساحة سودانية فيها العديد من المعطيات، أولها كما تفضلت الحوار الوطني، ثانيها الجلسة 33 في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مناقشة حقوق الإنسان الخاصة بالسودان في هذه الجلسة، أيضا العمل الاستراتيجي المنسق بين السودان والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لخروج اليوناميد، استراتيجية خروج اليوناميد، العلاقات الجيدة التي أصبحت فاتحة خير للخارجية السودانية مع دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا هناك طريق مفتوح لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا إعلان الجيش بأن دارفور خالية من التمرد، جميعها معطيات كانت موجودة في الساحة حين صدور هذا التقرير. هل هذا التقرير قد أتى بإيعاز من أطراف يحملون على السودان ويستكثرون عليه هذا الجو الذي بدأ يصفو على نطاق العمل الخارجي وأيضا على نطاق الجبهة الداخلية للسودان؟ هل هناك أجندة خارجية حركت هذا التقرير في هذا التوقيت بالذات؟ قبل أن أجيب أيضا أريد أن أذكر أنه سبق منظمة التضامن المسيحي وهي تقريبا شقيقة لمنظمة العفو الدولية سبق وأن أثارت مزاعم أيضا فيما يتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في جنوب السودان، وكانت أخذت عينات من مما أدعي أنه يعني آثار لاستخدام الأسلحة الكيميائية وفحصت في لندن وفي نيويورك، وأثبت النتيجة أنه ليس لها أي من علاقة باستخدام أي أسلحة كيميائية. أريد أيضا أن أقول إنه المنظمة المختصة وهي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت بيانين، البيان الأول ذكر أنه بالمعلومات والأدلة التي قدمتها المنظمة
عفوا منظمة العفو الدولية لا تستطيع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تقول أن هناك ما يؤكد هذه المزاعم. هذا نعم. كان الرد الرسمي، وهذه الجهة بالمناسبة المختصة صاحبة الاختصاص، لأن منظمة العفو الدولية ليست مؤهلة لا فنيا ولا حتى أخلاقيا في أن تقيم هذا التقويم والمنهجية كما تفصل فيها الأخ الكريم سعادة اللواء التي اتخذت، يعني كانت منهجية بائسة جدا، لأنه يذكر أن هناك اثنين من الخبراء ولا نعرف من هما هذين الخبيرين النيرين اللذين احتفظت باسمهما المنظمة منظمة العفو الدولية، وأسماء أيضا الناس لا يذكر تفصيل من هم ولا ما هي هويتهم. بالنسبة لاستفسارك عن التوقيت، طبعا من المؤكد يعني هناك من له أجندة، وهذا يعني ليس من باب أن ندفع عن أنفسنا هكذا يعني باستخدام عبارات عامة، أن هناك من يعادون السودان ويستعدون على السودان، ولذلك كانت فجعتهم كبيرة. أن الآن يعني بفضل الله كل الأشياء أصبحت الآن داخليا، يعني في الوقت الذي فيه الدول أو بعض الدول تلتهب بنيران الاختلاف والقتال الداخلي، الشعب السوداني بحكومته يقود حوارا داخليا مرنا ويوفر قدرا كبيرا جدا من الحرية في الأحزاب السياسية من أقصى يمينها إلى يسارها وما بينهما، وعدد كبير مقدر جدا من الصحافة، كل الذين الآن يوجدون في الخرطوم من بعثات دبلوماسية يعرف الحراك السياسي والحراك الصحافي الموجود في والإعلام الموجود في السودان. أيضا كما تفضلت إقليميا، الآن السودان رغم أنه يعني قد فقد الكثير أكثر من 80% من موارده الصعبة بفصل جنوب السودان، ولكن رغم ذلك يقف السودان شامخا ويقول هؤلاء أشقاؤنا لا بد أن نعاملهم معاملة المواطنين، ونستقبل في دفعة واحدة أكثر من 500,000 مواطن، ونحن يعني في العادة طبعا لا نذكر أننا يعني استقبلنا ضيفنا وكرمنا ضيفنا يعني، ولكن هذا يعني بالنسبة لدول أخرى يعني يشدون رؤوسهم، كيف يمكن لكم أن تصيفوا كل هذا العدد يعني في المدن وفي القرى وفي المستشفيات ويضغط على الخدمات التعليمية والصحية، ورغم ذلك السودان يواصل يعني يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وحتى كما ذكرت أنت في الوقت الذي فيه يعني هذه المنظمة يعني تحاول أن تستعد السودان، ولكن هناك حوار أوروبي مع أوروبا، الآن أنا قدمت من حوار كان مع بريطانيا اسمه حوار الاستراتيجي، ويعني شمل كافة الأجندة، وزرت أيضا رومانيا، وقالوا بالحرف الواحد إن السودان هو الدولة المؤهلة التي يمكن أن تعين في الاستقرار الإقليمي. وقضية المحكمة الجنائية التي تفضل بذكرها أخينا سعادة اللواء، الآن الدول الإفريقية تنفض من حول هذه المنظمة، وكان الناس يظنون أن السودان عندما رفع رأسه رافضا لهذا الظلم البائن كان يظنه يعني خروج على النسق، ولكن الآن تبين للجميع أن نظرة السودان كانت صائبة وكانت شديدة وواضحة، والآن الكثيرون يتبعون ذلك. نأتي إلى موضوع اليوناميد أيضا كما تفضلت، يعني دي أيضا من المبادرات الآن، رغم أنه القوات المسلحة وهذا اختصاص طبعا أخينا سعادة اللواء، ولكن أقول رغم السيطرة على الأرض، ولكن أيضا يد السودان أيضا ويد الحكومة ممدودة لإخوتنا والذين اختاروا السلاح أن آتوا إلى كلمة سواء، وأن لا بد أن نجد الاتفاق فيما بيننا، وهذا فيه سمو يعني في مناطق أخرى إحنا نشاهد يوميا في المآسي، ولكن بفضل الله الآن هناك سعي جاد جدا بأن يأتي الناس من حركات ومن أحزاب ومن كل شيء، ولذلك كما ذكرت في البداية أنه لا بد لهم أن يخرجوا هواء مسموما، هذا هو الهواء المسموم وما يحتمل في صدورهم، ويريدون أن يرون أن هذه المأساة الحروب التي تحيط بنا أن تأتي أيضا إلى السودان. نحن نريد أن ننهي النزاع بصفة مستدامة في دارفور، وأن يكون هناك استقرار، وأن ننتقل الآن من مرحلة الإمرجنسي مرحلة الطوارئ إلى مرحلة الإنعاش والتنمية. ولذلك عندما نطالب بخروج اليوناميد لا نطالب فقط لأن اليوناميد أنهت مهمتها أو هكذا، ولكن لأن هناك أموال كثيرة تصرف باسم السودان، تصرف في الطوارئ
بعدد القوات أولى بها مجالات التنمية. مجالات أولى الآن أن يأتي هؤلاء الناس وأن نجد حقنا. هذا حق طبيعي بالمناسبة، هو ليس يعني الحق الذي تمنحه المنظمات الدولية، هو حق يأتي للسودان بكونه عضوا في هذه المنظمات. وبدل أن يصرف في الأوضاع الطارئة، وقد يكون هناك أوضاع طارئة في مناطق معينة، ولكن الغالبية العظمى الآن من دارفور يعني من الضرورة بمكان أن تتجه نحو الإنعاش والتنمية. بالضبط. طيب سعادة اللواء، يعني هل السلاح الكيميائي هكذا سلاح سهل يمكننا الحصول عليه بشرائه من الأسواق هكذا؟ هل بإمكان السودان وهو يعاني من حصار اقتصادي، أمريكا نفسها هي التي فرضته، أن يشتري سلاحا كيميائيا وأن يدعم به قواته المسلحة؟ هل بإمكان السودان إن استخدم أسلحة كيميائية أن يخفي هذه الأسلحة وأن لا يراها العالم، في وضع أن هناك صور بالأقمار الصناعية من السهل جدا أن يراها العالم من حولنا؟ الإجابة طبعا في زمن المعلومة المتاحة والسيطرة والضبط على أسواق السلاح، خاصة السلاح النوعي اللي عنده تأثير لدول محددة مستهدفة. يعني السودان محاصر مما جاءت الإنقاذ دي، أو قل من 83 محاصر، ممنوع من الأسلحة، ممنوع من المعلوماتية، ممنوع من السبير بارتس، حتى بالنسبة للمجالات الحيوية في الدولة، في الطب، في التعليم، في الطيران، في سكة حديد، في البواخر، في كده يعني. فإذا كان الأدنى يصعب جدا ويستحيل إيجاده من باب أولى، الأصعب والأعقد والأخطر اللي هو السلاح، وهم الذين يصنعون السلاح، السودان ما عنده التقنية لتصنيع الأسلحة. الشاهد في الحديث مصنع الشفاء، مصنع الشفاء مصنع بتاع أدوية، لكن هم قاموا سربوا أول عنصر بتاعهم، سرب عينة من التربة وجزء من ماء الصرف الصحي، وادعوا إنه هذا المصنع يصنع مواد كيميائية، فأرسلوا له صواريخ باتريوت ودمرته أرضا، ولاحقا اكتشفوا انه مصنع بتاع دواء ما عنده علاقه من قريب او بعيد بالصناعات الكيميائيه ذات الصبغه العسكريه. فاضطروا راغمين انه يدفعوا قيمه ما تم تدميره، واكتشفوا انهم كاذبون يعني وكاذبين. وكذلك نفس الكذبه سبقت في العراق، انه كولن باول مشى ومجلس الامن وراهم صور بالاقمار الاصطناعيه انه دي عبوات كونتينرات بتاعت اسلحه نوويه متحركه في مخازن متحركه، فادوه الاذن وتم اجتياح العراق ولم يكن هنالك من سلاح اصلا يعني. فالسودان واحد ما عنده رغبه، بدليل انه موقع على الاتفاقيه، اثنين ما عنده الامكانيه بتاعت التقنيه بتاعت صناعه هذه الاسلحه، وما حصل له تجربة ولا استخدامه، وبالتالي بريء تماما يعني، يبقى زي فاتورة تلفون عادل إمام اللي ما عنده تلفون وجاء له فاتورة اللي تدفع القيمة بتاعته يعني. نعم. طيب سعادة السفير، يعني بعد الحديث عن هذا التقرير، الخارجية سندت هذا التقرير في عدد من وسائل الإعلام، وأيضا كانت هناك جلسة للبرلمان، تم دعوة سفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا للبرلمان للجلسة لكنهم لم يحضروا. في رأيك كدبلوماسي، يعني لماذا هم لم يحضروا هذه الجلسة؟ كان بإمكانهم الحضور والاستماع إلى ما يدور فيها، لكن جميعهم لم يحضر. طبعا أن يحضر سفير ما مناسب وما هذا اختيار يعني من حق الدولة، ولكن من حق أيضا المؤسسة عندما لا يستجاب إلى دعوتها أن تأخذ موقفها من السفير المعين. لا أستطيع أن تجبر سفير ما أن يحضر إلا دبلوماسيا، يعني إذا وجهت دعوة مماثلة لسفيرنا في دولة رفضت أن تحضر إلى البرلمان مثلا وجهت لها دعوة، من حقنا أيضا أن نرد بالمثل وأن لا يحضر سفيرنا مناسبة مماثلة. لا، كانت جلسة البرلمان مخصصة لهذا التقرير، يعني ليس لديهم ما يقولونه؟ ما أفتكر هم، لأنه الآن ما طرح هو طرح من منظمة أمنيستي إنترناشونال، منظمة العفو الدولية، وهو بمثابة ادعاءات أو مزاعم، أو حتى هي نفسها عندما تقرأ التقرير لا تجد كلاما قطعيا حاسما مؤكدا، ولكن يقال أن هناك دعاوى أنه ربما استخدمت أسلحة كيميائية، ربما كان الأسلحة التي قد استخدمت حدثت أثرا كذا، يعني حتى اللغة التي، ولذلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالت بالوضوح
في بيانين أنها لم تجد من معلومات أو أدلة تستطيع أن تؤكد بها هذه الادعاءات. إذن تظل هي في مرحلة الادعاءات والمزاعم. بل أيضا نائب الأمين العام أو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن عمليات حفظ السلام ردد نفس الكلام وقال إنه ليس هناك من معلومات أو أدلة نستطيع بها أن نؤكد هذه المزاعم. إذن تظل هي في دائرة المزاعم. والسفراء أيضا لا يريد أن يدخلوا أنفسهم في موقف يدافعوا فيه عن مزاعم، لأنها في النهاية هي منظمة طوعية، وهذه المنظمة أو يقول أنها طوعية بالمناسبة هي لها تقارير أيضا عن حتى الدول الأوروبية نفسها، والدول أيضا قد ترد عليها أو لا ترد أو نحن كما ردينا يعني. ولكن ليست هي منظمة دولية بمعنى أنها فيها أعضاء ملزمين بأنه يتبعوا ما تتخذه من قرارات أو ما تصدره من تقارير. هي إذا كان هناك من شيء فهي أن أعضاء هذه المنظمة قد يكونوا موجودين في دوائر انتخابية لبعض المسؤولين أو بعض أعضاء البرلمان في مكان ما، ويحاولون أن يضغطوا في سبيل أن يحققوا الأهداف التي يريدون أن يحققوها. ولكن نحن لدينا ثلاثة أشياء أساسية. الأولى أن المنظمة المختصة قالت بوضوح أنها ليس هناك ما يستدعي يعني القناعة بهذه المزاعم. والشيء الثاني أنه اليونميد وهي موجودة على كافة، يعني لا أعتقد أن هناك الآن من بقعة في الأرض فيها تمثيل أو وجود دولي مثل دارفور، يعني سواء كانت حتى منظمات دولية أو غير حكومية أو دولة. 175 ألف موجودون وليس هناك من حالة، والمجتمع السوداني مجتمع مفتوح، يعني لا يعقل أن يكون هناك من احترق بكيماوي أو بأسلحة كيميائية ولا يسمع به أحد من الناس. فقط منظمة ما موجودة هناك في بريطانيا في لندن ولها صور وتتحدث بالهاتف ومع خبيرين مجهولين ومع آخرين غير أسماء. والسيد رئيس اليونميت قال أنه تقابل مع الحركات المتمردة ولم يثير معه أي منهما أو أي منهم شكوى. وحتى نعرف النوايا الحقية لليونميت، يعني يجب أن نسأل لماذا لم تتحدث اليونميت عن السلاح الذي تحصل عليه الحركات المتمردة؟ من أين؟ نعم. السلاح والتمويل والحركة كل هذا من أين؟ بعض يعني ليس هناك من زراعة وليس هناك من مصانع وليس هناك من مصادر تمويل. ورغم ذلك السؤال يوجه إلى حكومة السودان. وكل دولة الآن عندما تريد أن تدافع عن نفسها لا تدافع الآن، بعض الدول حتى في داخل دائرتها في داخل حدود سيادتها كدول تقوم بحماية مصالحها وأمنها القومي وسيادتها الخارجية في دول أخرى وبالطيران، ولكن في شأن السودان يقال لا. يعني بينما يعرفون أن جذور المشكلة هي كيف أنك تضع ضغطا مباشرا على الجهات التي ترفض الحوار وتتخذ من السلاح وسيلة. ولو كان السودان يقبل أي من الناس من يستخدمون السلاح لقيل أن هذا عملا إرهابيا، في حين أنه أعضاء وممثلون من هذه الحركات موجودين في أماكن أخرى في ذات الدول التي الآن تدعي وتقول أنها تريد أن تحمي المدنيين. كيف يمكن لك أن تحقق حماية المدنيين وأنت تستضيف من يصر على مواصلة الحرب حتى يوم الغد؟ صحيح. نعم سعادة اللواء، هل مسرحية هذا التقرير هي مدعاة لأنهم يعرفون الآن أن هناك استراتيجية قادمة لخروج اليونميت؟ هل هي مسمار جحا آخر جديد بأن تخرج يونميت وتدخل لجنة خبراء أممية للبحث عن أسلحة كيميائية؟ وكله بسبيل خلط الأوراق وإرباك الدولة في منظومة أعمالها المفضية إلى سلام بشكل أو آخر. يعني تكملة لحديث السيد السفير، إنه الملف ده طبعا تم تحويله من وزارة الخارجية إلى وزارة الدفاع، يعني ملف حظر الأسلحة الكيميائية أو الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيميائية الآن هو فيما يلي وزارة الدفاع من تكاليف ومهام. يعني وأرسلت في الأسبوع الماضي تيم كامل من أخصائيين كيميائيين يعني، ومضوا إلى حيث المناطق الاتهام في فنغا ومعسكر نرتتي وسنوتي وبعض مناطق الجبل يعني. نعم. ولاقوا الناس وأخذوا عينات وفحصوا وما في أي شاهد، يعني ده نوع من تأكيد جهاز وطني
اصلا بيتبع لمنظمه الدوليه لحظر الاسلحه الكيميائيه. والسودان مجلس الاداره بتاع هذا الجهاز الوطني مكون من 21 وزاره واداره ومصلحه بما فيها الخارجيه والداخليه والتجاره والمقاييس والمواصفات والجمارك وغيرها يعني. فديل كلهم المكتب التنفيذي او المكتب التنفيذي اللي هو اخصائيين كيميائيين مضوا وبحثوا عندهم شواهد من التربة وأوراق الشجر والأحجار والأشخاص وكده، ما في أي شاهد يعني تأكيد حتى تطمئن النفس وحتى توثق يعني وحتى تضحض الدعوة بشكل وثائقي ما يكون تلاقي أو مشافاة ساكت. يعني هم قالوا نحن نفينا نفينا نحن الآن مثبت بأوراق وشواهد وعينات من أهل اختصاص ليس فقط مجرد ادعاء. الكلام ده كله بيتربطوا لأنه مثل ما تفضل سعادة السفير انه المسائل الداخل السودان دي عندها ابعاد اقليمية وابعاد دولية ما في ذلك الشك اصلا. يعني هذه الحركات المتمردة وعبد الواحد نور بالتحديد يعني الان ثاوي في باريس من فندق لفندق وهو صاحب اكبر ادعاء انه تمت عمليات اغتصاب والان تمت عمليات قتل بالاسلحة الكيميائية وهكذا يعني، وعلاقته باليهود، علاقة اليهود وتأثيرها على مثل هذه المنظمات، تأثير اليهود على الاتحاد الأوروبي، تأثير اليهود على الدول مفردات بريطانيا ولا فرنسا، عشان يخليهم يرتفعوا كده في وجهنا أو يصرخوا في وجهنا ببعد أخلاقي هم أصلا مجردين منه. يعني بريطانيا دي في زمن قريب عندنا هنا في معارك كرري أجهزت على الجرحى، لم تستطع أن تمكن ذلك. يعني بريطانيا استخدمت الأسلحة الإحيائية الجدري في السردين وأكلوه جنود محمود والدحمد وماتوا في أبو طليح بالآلاف، وتم إيواء بعض الجرحى منهم مدفونين الآن في الشهداء. يعني موقف الشهداء ده هو موقف الجرحى الذين أصيبوا بداء الجدري من البريطانيين. فرنسا ودوره واضح جدا في 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 الجزائر، يعني جرائم ما تزال تخطر دما من الجسد الجزائري. فلذلك هم ما مؤهلين أصلا أخلاقيا عشان يقفوا في وجه السودان ويجرموا السودان ويلبسوه ويلصقوا به مثل هذه التهم يعني. نعم سعادة السفير، هل يعني نجاح السودان في بعض الملفات مثل ملف الهجرة غير الشرعية، ملف الإرهاب الدولي، ملف الاتجار بالبشر، وكان للسودان دور فاعل أو دور في التعاون الدولي في هذه الملفات الثلاث، هل مثل هذه التقارير تشوه شكل السودان أو دور السودان؟ هل لها تأثير على نجاحاته أو إشراقاته الدولية في هذه المجالات؟ طبعا الآن لم يعد هناك من فرصة مثل السابق. يعني الآن كما ذكر الأخ سعادة اللواء الآن أرسلت بعثة فنية مختصة، كان مثل هذه الأمور قديما من الصعب أن تحدث بهذه السرعة للإمكانيات الموجودة. الإمكانية يعني الوصول إلى وسائل الإعلام وسائل الحركة الدبلوماسية كل هذه ضيق الفرصة من أن يكون هناك تأثير كبير، فضلا عن أن أصلا هي يعني واضح فيها الفبركة، وحتى لم يعد يحسنوا على الصنعة، صنعة الفبرك نفسها، لأنه ممكن يكون في استعجال. ويعني نحن بالإضافة لما ذكرنا من حديث عن المنظمة المختصة والأمم المتحدة واليونميد، هناك أيضا الزيارات التي تمت مؤخرا إلى دارفور، كان يعني فخامة الرئيس وسمو الأمير دولة قطر ورئيس شتب شاد ورئيس أفريقيا الوسطى كلهم ذهبوا إلى هناك، بل إن المبعوث الأمريكي نفسه ذهب إلى منطقة سورتوني اللي هي في المذكورة في تقرير يعني في الجبل، يعني هي نفسها، وهذا كان قريب. والأسبوع الماضي أيضا ذهب إلى نفس المكان. فيعني إذا كان هذا الجو مسمم بهذه الطريقة وكان لما كانت يعني لم تعد هناك الإمكانية لصناعة الخبر والفبركة كما السابق. الحمد لله الآن السودان عنده وسائل اتصال أسرع، الوعي زاد كبير جدا جدا بكيفية التعامل مع الجانب الخارجي مثل هذه الأمور في أسرع فرصة ممكنة حتى لا تشكل صورة يعني قاتمة. بالإضافة إلى الذين يعيشون داخل السودان أيضا ولهم ملفات في التعامل مع السودان كما ذكرت في موضوع الإرهاب أو موضوع محاربة الإرهاب أو موضوع الهجرة غير الشرعية والجوانب الإنسانية التي
يقوم بها السودان والانفتاح السياسي الذي يقوم به السودان، كل هذه العوامل تجعل من العسير أن تسعى لممارسة ضغوط غير مناسبة. يعني أنت تريد أن تصل إلى ماذا؟ إذا كان الآن هناك حرية كما ذكرنا في حركة الأحزاب وفي حيوية سياسية مشهودة، يعني لا يستطيع أحد أن ينكر إلا إذا كان يعني مكابرا أن هناك في تحرك في الحياة السياسية في السودان. أنا أفتكر يعني هي في النهاية منظمة واحدة غير مختصة، يعني هي نفسها غير مختصة، يعني المنهجية صحيح إن هي لا هي عندها قدرة منهجية لا في جمع المعلومات ولا في تحليلها ولا الوصول لنتائجها، وما استطاعت عبر تقريرها أن تقدم أدلة دامغة حتى وإن كانت بينة مبدئية، حتى أنه منظمة مكافحة الأسلحة الكيميائية أو حظر الأسلحة الكيميائية أن تتخذ من هذه البينة مدعاة للتفتيش. سعادة اللواء، يعني بعد صدور هذا التقرير كان هناك لقاء لمناوي وعرمان وعبد الواحد في أديس لبحث المرحلة القادمة. هذا الاجتماع من الواضح أنه كان يناقش في أجندته إذا ما قدمت الحكومة السودانية لمفاوضات أخرى أو لجولة مفاوضات جديدة بينها وبين قطاع الشمال. هل مثل هذا التقرير يعطي لهؤلاء الحديث أو الحق بالحديث عن تأخير المفاوضات أو مماطلة في المفاوضات كما يمكن أن نتنبأ مثلا أو نستنتج من هذا اللقاء؟ هم طبعا بيحاولوا يستغلوا الفرص وأي ريح مواتية بيفردوا لها أشرعتهم على تسرع بهم أنهم يحصلوا أهدافهم في إنشاء السودان الجديد، وهذا ما يضمرونه من تفكير يعني سيما قطاع الشمال يعني. لكن بالبينات كده والحقائق القائمة على الأرض إنه المسألة حطول بالنسبة لهم، يعني ما في أمد منظور كده أو إضاءة زي ما يقولوا الضوء في آخر النفق ممكن ينتظروا إنه يغيروا السودان بأيديهم وبما تعين به دولة جنوب السودان. الواقع الآن تحت ضغط واضح جدا من السودان ومن أمريكا حتى إنه تخلي منطقتها من الحركات المتمردة ومن قطاع الشمال، فتختار إما استبقاهم وبالتالي مقابلة ما يقوم بالسودان من ردة فعل يعني، والسودان عنده عشرات الخيارات المتاحة الممكن تؤثر تأثير بالغ جدا على دولة جنوب السودان إن لم تلتزم بوقف معونتها لقطاع الشمال ولحلحلة القضايا الأساسية في مسألة الفرقتين 9 و10 في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان. لقاؤهم في أديس يبقى وصلي للقاءات سبقت يعني، لكن الخط الواضح إنه باب السلام مفتوح وحتى وثيقة الوثبة ومخرجات الحوار الوطني مفتوحة تماما ما أغلقت، ممكن يضاف إليها أي عدد من الناس. الباب الآخر وهو باب الدخول عسكريا مغلق تماما وممنوع الاقتراب والتصوير فيه لأنه في قوات مسلحة وعندهم فيها شواهد كثيرة جدا، قاتلوا ناس جنوب السودان من 55 ما قدروا دخلوا بباب الجيش ده أصلا إلا في أخيرا تذكروا أنه في باب اسمه باب السلام، 2005 دخلوا باب السلام وتحلت مشكلة جنوب السودان. هذه الحركات تقاتل من 2003 ويعني ما تحصلت على أي نتيجة ولم تتحصل إن شاء الله تعالى على أي نتيجة مرجوة، هي مهزومة في الليلة. فلذلك أحسن لهم يدخلوا ويكسبوا الزمن زيهم زي أخواننا الآخرين دخلوا في الحوار، والحوار يسعى الناس والسودان يسعى الناس وموارده تسعى الناس، وكل الاتجاه الآن اتجاه تصالحي توافقي لمزيد من استقرار السودان، ومن يأبى هو الخسران قطشك يعني بإذن الله. طيب إذا نظرنا على النطاق الصحي في دارفور شيء يسمى نظام الإنذار المبكر، هو يدفع للنظام الصحي في ولايات دارفور وهو معتمد من منظمة الصحة العالمية، بيرفع تقارير دولية لهذه المنظمة العالمية. ذكر في فترة التقرير أنه تم ميلاد حوالي 189 طفل ولدوا في فترة التقرير، لم يشهد أي منهم أي تشوهات للأجنة، ولم يمت أي طفل منهم، ولم يصب أي طفل منهم بأي تشوهات نتيجة استخدام أسلحة كيميائية أو وجود لأي هواء مسموم بهذه الأسلحة الكيميائية. سعادة السفير، إذا أخذنا رأي يونيميد
وإذا أخذنا التقارير الدورية الصادرة عن هذه عن هذا النظام، نظام الإنذار المبكر، وإذا أخذنا ما موجود على أرض الواقع من دفوعات للقوات المسلحة، هل بإمكاننا مقاضاة مثل هذه المنظمة؟ هذا يحتاج إلى نظر قانوني للبحث في كيفية المواجهة، وقطعا أنه يعني أن تستخدم معلومات أو تشوه صورة دولة أو بلد أو تؤدي إلى ما يثير الأمن أو يؤثر في السلام الاجتماعي، كلها قضايا يمكن أن تثار في حق هذه المنظمة حتى ترعوي يعني. يعني ليس هناك تعتقد من الجانب القانوني ما يمنع أن ترفع هذه الدعوة، ولكن يحتاج أن نعرف كيف تقيم هذه الدعوة، ويحتاج فيها يمكن لنظر قانوني أو يعني قانون مفصل في هذا الموضوع. نعم، هل ساعة اللواء بإمكان القوات المسلحة أن تمد يعني هل معلومات عن أسلحتها، عن مدى هذه الأسلحة، هل هذه الأشياء متاحة؟ لأن في الجيش هناك أشياء كما تفضلت وقلت ممنوع الاقتراب والتصوير، لكن في مثل هذه الحالات هل هي متاحة؟ لا ممنوع الاقتراب والتصوير لحركات متمردة إنه ممكن يدخل السودان بقوة سلاح. لا أكيد. هذه واحدة من المستحيلات إن شاء الله تعالى. ما حيكسر ظهر الجيش أصلا، ولا حيهزموه أصلا، ولا حينالوا أصلا حظوة بالبندقية إن شاء الله يعني. لكن بالسلام حبابون عشرة يعني. الجيش السوداني أصلا يعتمد في تسليحه في وجهه الغالب يعني على مشتريات أسلحة من دول معروفة وبفواتير يعني مدفوعة الثمن. لاحقا أو أخيرا يعني بدأ يتسلح على الأقل نقول الأسلحة التقليدية، الأسلحة المشاة يعني، مما هو مصنوع في داخل السودان، الدبابات والمدفعيات، وبعرضة في المعارض الدولية، وممكن لمن شاء أن يرى أو يشتري يعني. فلذلك العالم كله مفتوح الآن، وفي مجلات متخصصة في الصناعات العسكرية، وبتصنف الجيوش وفق الصناعات العسكرية، وفق العدد، وفق التدريب، وفق البحوث العلمية المتخصصة، وفق المنتجات الفكرية، وفق أشياء كثيرة جدا، دي كلها مؤشرات قياس، فما عادت حاجة مكشوف يعني مستورة يعني، تقريبا كله مفتوح يعني. الجيش السوداني جيش زيه زي الجيوش الإقليمية اللي حوله، أنت دائما بتبني جيشك وفق معايير، هذه المعايير الجيوش النظيرة اللي ممكن تقابلها في أي مرحلة من مراحل الصراع لا قدر الله يعني. وفي نفس الوقت مربوط بقدرة البلد الاقتصادية، وبقدرة البلد التقنية، وبقدرة البلد والتحديات والتهديدات الموجودة وهكذا يعني. فجيش هو يمتاز بالعراقة ويتسلح بقدر إرادته، وبعدين نحن دولة قانعة ما دولة طامعة يعني، دولة ما عندنا أطماع توسعية، فنوع السلاح برضو سلاح يمكن دفاعي أكثر منه توسعي هجوم. أو هجومي يعني. تكملة لما تفضل به السيد السفير، أنه الأسلحة المستخدمة يعني مثلا الجيش الأمريكي استخدم قصة الأطفال المشوهين، استخدم حاجة اسمها اليورانيوم المنضب، بيستخدم في قذائف المدفعية والمدرعات والمقذوفات الأرض بديها قوة دفع وتأثير إضافية، لكن بيترك أثر في البيئة، أثر في المواليد، فلذلك أجيال من العراقيين الآن مشوهين بسبب اليورانيوم المنضب الأمريكي بالتحديد يعني. يعني زي ما شوهوا أجنة هيروشيما وناجازاكي لسنين طويلة جدا، والآن يغسلوا أيديهم وكأنهم لم يفعلوا شيء، ويجوا يلبسوا السودان جلباب اتهام جاهز بدون أي شيء يعني. نعم. سعادة السفير، يعني كيف التصرف في المرحلة القادمة؟ ما هي خطة الخارجية للتصرف مع مثل هذه المنظمة، مع مثل هذه التقارير؟ ما الخطوات القادمة؟ والله طبعا الدور الأساسي بالنسبة لوزارة الخارجية هي أن توفر المعلومات الصحيحة عن المجري في البلاد من حقائق، والجهات اللي عندها مصداقية يمكن أن تأتي إلى السودان أيضا لزيارة البلاد، وهناك جهد مكثف يعني الآن في كل العالم، سفاراتنا الآن تتحرك على مستوى الدبلوماسي وعلى مستوى الإعلام، وأيضا أفتكر الوعي الداخلي يعني الحمد لله الموجود، لأنه هذا هو السند الحقيقي لأي عمل دبلوماسي. ويمكن الأشياء اللي أنا عددتها هي بتكشف عن أنه هناك تواصل دبلوماسي مع كافة الجهات المختصة، وآخر مرة يعني ورد قليل من هذا الموضوع في الاجتماع الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يعني كانت الوقفة المجموعة الإفريقية واضحة جدا مع السودان في أن في هذا الموضوع يعني، الذي يعني حتى لم يثر بطريقة
كبيرة، ولكن كان هناك أيضا موقفا واضحا من عدم الانحياز. هناك يعني دعم دولي كبير بالنسبة للسودان، لأن سيرة السودان الآن أصبحت كما ذكرت لك الآن في إطار أن يلعب السودان ليس فقط حتى يحل مشاكله، بل يلعب دورا إقليميا، وهو مهيأ ومؤهل للقيام بهذا الدور لما له من إمكانيات مادية وإمكانيات بشرية بالطبع. ونحن إن شاء الله مقدمون بإذن الله على مرحلة جديدة، مرحلة في حركتنا الخارجية، وإن شاء الله ننتقل من الدفاعات عن مثل هذا الأذى إلى التبشير بالسودان الجميل، وسودان الإنتاج، والسودان الذي يعني يغيث الملهوف. وهناك نظرة يعني جديدة، حتى أنا من تحدثت مع منظمة برنامج الغذاء العالمي ويقولون أنهم الآن يعدون في كونسبت من يعني مبدأ جديد، أنه كيف يصبح السودان منطلقا للعون الإنساني في المنطقة وفي كل إفريقيا. فهذا هو السودان إحنا الذي إن شاء الله ننتظره بإذن الله، إن شاء الله بالحوار الوطني وبالتفاوض وبحسن العلاقة مع الجوار ومع مد الأيدي للآخرين. وإن شاء الله يعني نبشركم بالخير وبالسداد إن شاء الله بإذن الله. لك الشكر سعادة السفير عبد الغني النعيم. طبعا وأحب هذه الأمسية أن أحييه أيضا على دوره كدبلوماسي حينما كان سفيرا للسودان في البرازيل، ودوره الوطني في إعفاء ديون السودان في البرازيل حيث وصلت حوالي 40 مليون دولار، وكان عملا وطنيا كبير استحق عليه التكريم من قبل الحكومة البرازيلية، وأيضا له التحية لهذا الجهد الوطني. شكرا لك سعادة السفير للحضور والمشاركة معنا في هذه الحلقة. أيضا لك الشكر أجزل وسعادة اللواء يونس محمود الخبير العسكري، شكرا لك جزيلا للحضور والمشاركة معنا. الله يحييك. شكرا لكم مشاهدي الكرام لمتابعة أكثر من زاوية هذا المساء، إلى اللقاء.